عن مصدر الغاز، لأنه هذا الغاز هو حصة الشريك الأجنبي اللي موجود في أي منطقة امتياز، تبقى موجودة في داخل جمهورية مصر العربية، تبقى موجودة في قبرص، تبقى موجودة في أي مكان، أنت كده كده هتستورد غاز، والغاز اللي أنت بتستورده بتجيبه لك شركة مثلا زي شيل. شيل لها مناطق امتياز في كل مكان في العالم، لها مناطق امتياز في عمان، ولها مناطق امتياز في مصر، ولها طيب مناطق امتياز في كينيا، ولها مناطق امتياز هنا، فمش هتفرق جنسية الغاز. انت اللي بيفرق معاك داخل الاقتصاد الوطني سعر الغاز. انت هتستورد غاز من الحتة الفلانية ب 12 دولار ومن الحتة الفلانية ب 5 دولار، طيب حضرتك فمصلحتك اقتصاديا فين؟ عند ابو 5 دولار. طيب هو حضرتك يا دكتور اذا سمحت لي ابراهيم، اتفضل يا ناصر. يعني ال ال ناصر زميلي في الحلقة وبيشارك مع حضرتك، ناصر فرغالي، اتفضل يا ناصر. يعني اذا فهمتك بشكل صائب انه لا غبار اقتصاديا على مثل هذا الاتفاق او هذه الاجراءات، هي اجراءات يعني سليمه اقتصاديا، وهي اجراءات تحقق المصالح المختلفه للاطراف المختلفه بما فيها مصر من الناحيه الاقتصاديه، هل هذا لا، صحيح؟ ليس فقط من الناحيه الاقتصاديه، نحن نتكلم عن الصالح العام. احنا قلنا نعم ان موقف مصر واضح في مثل هذا الامر. بدايه هذه الشركات والجهات لجأت الى التحكيم، فاذا كان هيتم اسقاط القضايا المرفوعه فده في صالح مصر من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاقتصاديه. تمام، لكن ثم تأتي النقطه اللي بعد كده، يعني النقطه الاولانيه هي نقطه العبور، ثم تأتي النقطة اللي بعد كده إذا تم التفاوض على الحصول على جزء من هذا الغاز اللي هو بتاع شركة نوبل إنرجي، وعشان نبقى واضحين أهو الغاز بتاع شركة طيب نوبل إنرجي. معالي الوزير، هو من حقل إسرائيلي اللي هو تمار، هل وفي هذه جزء معلومة منه، صحيحة؟ وفي جزء منه من حقل قبرصي برضه، فأنت لا تتحدث عن مصدره، تحدث عن ملكيته، هو مملوك لمين؟ طيب ما هي السؤال يا دكتور، انا اللي كنت عايز اقوله، هناك تحسس من الناحيه الاستراتيجيه بغض النظر عن، يعني انا تفضل. قد ارى ما تقوله انه هناك مصلحه وهناك اجراءات تحفظ المصالح وتسقط الاحكام، او يعني يجرى تسويه الموضوع خارج التحكيم الى اخره، يعني كل هذا انا اتفهمه، لكن من الناحيه الاستراتيجيه هل يمكن لاسرائيل في لحظه ما أن توقف وصول هذا الغاز إلى مصر؟ هذا سؤال. الإجابة القاطعة لا، لأنها لا تملك هذا الغاز، هذه حصة الشريك نوبل إنرجي. طيب يعني هذا الشريك هو ملتزم بإيصال ما نتفق عليه من حصص غاز حتى لو إسرائيل مالكة الحقل قررت ألا يعني أوقفت مد هذه الشركة بالغاز؟ يعني هذا الشريك هو ملزم بالوفاء بتعاقداته مع الجانب المصري، لأن السوق المصري كما خلي بالك نرى إنه في يحتاج. برضه جزء، في جزء من القضية يتعلق بأن إسرائيل كان بيتم إمدادها بجزء من الغاز وتم إيقافه، وبرضه الشركات الإسرائيلية رفعت قضية تحكيم، فجزء من الكلام في هذا الموضوع إسقاط قضايا التحكيم المقامة أيضا من الجانب الإسرائيلي. فاحنا بنبص للموضوع من الصالح العام، من وجهة النظر الصالح بس العام. انعكست الآية سيادة معالي الوزير، انعكست الآية، فبدل من ده أن صحيح تصدر للأسف، ده صحيح ده للأسف. بدل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل، أصبحت إسرائيل حتى لو في إطار هذه الشركة نوبل إنرجي، فهي إسرائيل الآن هي التي تصدر الغاز لمصر.